أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا. ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا. كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. لقد جئتم شيئا إدا. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. أن دعوا للرحمن ولدا. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. لقد أحصاهم وعدهم عدا. وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. بسم الله الرحمن الرحيم. طه. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى.
تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah hadir pertama di Indonesia Quran At-Tartil. Quran ini sangat enak sekali karena menggunakan panduan bunyi bacaan dengan tanda warna. Insya Allah kita bisa baca Al-Quran yang sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Jadi gak usah mikir mana itu ikhfa, mana itu idgham. Cukup dengan tanda warna udah bisa baca Al-Quran yang sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Nah yang kedua ada waqaf ibtidaknya. Jadi berhenti di mana, memulainya di mana. Dan juga mushaf ini menggunakan khot, huruf tulisan yang tebal. Jadi enak banget untuk dilihat ya. Beda dengan Quran yang lain yang tulisannya itu mungkin tipis-tipis. Nah, Quran At-Tartil ini tulisannya tebal banget. Jadi enak kalau untuk belajar membaca Al-Quran. Dan di sini Quran At-Tartil banyak varian warnanya. Ada warna biru, merah, pink, hijau, hitam, dan lain-lain.